على موقعها تورد وكالة سانة التابعة للنظام خبرا لافتا مفاده إن الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد والانخفاض غير المسبوق لسعر الليرة أدى لانخفاض شعبية الرئيس. يبدو الأمر غريبا لك عند سماع ذلك، لكن سانة في خبرها الذي نسبته لمؤسسة أفراسيا التركية كانت تقصد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والليرة التركية. جل ما ورد في خبر وكالة سانة بدا وكأنه ينطبق على الوضع الاقتصادي في سوريا والليرة السورية. إن كان من انخفاض غير مسبوق للعملة هذه الأيام فهو لليرة السورية، إذ شهدت تدهورا كبيرا مسجلة 692 ليرة أمام الدولار، وذلك في 8 أيلول 2019. أسعار المواد الأساسية كالغذاء والوقود والدواء ارتفعت بشكل كبير. الأسواق في المدن السورية الخاضعة لسيطرة النظام شهدت حالة من الركود. حركة البيع تكاد تكون شبه معدومة، خاصة مع محدودية الرواتب، حتى بات متوسط راتب الموظف في سوريا يعادل بين غرام إلى غرام ونصف من الذهب بعيار 21. عاشت سوريا ويسقط لسها. كل تلك النتائج الكارثية إن صح التعبير في حياة السوريين المعيشية أحدثه الانهيار غير المسبوق لليرة السورية. فهل تخبرنا سانة على موقعها عن شعبية بشار الأسد بين السوريين الموالين منهم قبل المعارضين قياسا مع خبرها؟